كابتن هاني، احكي لنا بقى عشان انا ما بطلتش ضحك من ساعه ما انت جيت لغايه دلوقتي. الحقيقه انت عديت مع ساره، يمكن انا كنت بشوف ساره مره واحده في الاسبوع، لكن انت كنت بتشوف ساره كل يوم. احكي لنا. تكير يا كوتش عشان هتشوفني تاني. ايوه. احكي لنا بقى عن التطور من اول ما بدات لغايه دلوقتي. بصي، ساره من الناس اللي تسمع الكلام، ملتزمة، عايز تعمل حاجة. سيبك ان كل يوم بمود مختلف عن اليوم اللي قبله. انا واخد على كده، يعني انا كبيرسونال ترينر واخد على كده ان انا بلعب في حتة نفسية قبل ما ابتدي امرن او الكلام ده كله. مش متعبة خالص، بالعكس ده هي كانت عايزة اكتر. عايزة اكتر اللي هي تضر بيه نفسها. يعني انا مش بلعب الحته بقى بتوع دور الموتيفيشن اللي انا بسخنها على التمرين ويلا والكلام ده كله، لا بالعكس انا بلعب الناحيه الثانيه اللي هو لا اهدي، خلي بالك من نفسك، في ليميت، بعد كده ممكن يحصل ماسل فاتيج، اوفرلود تريننج، تمزق لا قدر الله، التهاب، الكلام ده كله، فانا اللي كنت بخليها تنزل تحت. التزام كويس جدا، عملنا تارجت حلو، انا شايف ان احنا عملنا تارجت حلو قوي. مش عايزه تبطل، عايز تستمر، ودي حاجه كويسه جدا. يعني انا شايف ان انا لسه هشتغل معاها كمان شهرين ثلاثه عشان اسلمها تبقى هايل وتبقى ساتسفايد ومبسوطه من كل حاجه، ودي حاجه يعني انا شايف انها كريدت ليكي وكريدت ليا ان هي حبت الموضوع. هي ما اخدتش الموضوع، مش واخده الموضوع ان هو مسابقه او خلاص دواء وخلاص، لا هي حبت الموضوع، دخل في اللايف ستايل بتاعها. النهارده كنت بقيس لها المقاسات الفاينل. الجيم نفسه وحشها، which is good. يعني انا شايف ان ده وحشها عشان هي احنا متفقين ان في 3 ايام حاجه اسمها ديتوكس ما بتتمرنش فيها عشان تعمل دايت، يمكن بتنظف كل السموم اللي في جسمها، ويمكن هشرح للمشاهدين اكتر. فاحنا في الحاله دي بنحاول ان ما يكونش في مجهود كبير قوي، فعشان كده هي ما كانتش موجوده 3 ايام اللي فاتوا. ايه اكبر تحدي يا كابتن هاني انت واجهته مع ساره؟ هو فكره انها كانت عاوزه تتمرن كتير؟ مش كده بس، يعني هي الحته النفسيه هي دي المين، هي دي الحتة اللي أنا كنت لازم أدوس على نفسي شوية فيها. لما تتكلم، هي أصلا ما بتتكلمش، هي بتيجي تعيط. فأنت محتاجة، المفروض اللي أنت محتاجة ربع ساعة أو تلت ساعة الأول. طيب سارة، طيب إحنا قدامنا تارجت، إحنا عندنا جول، إحنا عندنا الكلام ده كله، يلا اتفضلي انزلي. لا مش نازله، انا مروحه. كانت بالطريقه دي على فكره يا هني عشان تقول يلا انزلي دلوقتي. يلا انا مروحه، لا انا قاعده، لا انا مش عارف ايه بتاع. فبروح مكشم في الاخر، فبتنزل. فبتنزل.